مساء الخير يا شباب. إن شاء الله الفيديو ده هيبقى الفيديو الأخير في اللي هو تعليم الوورد. تمام، الفيديو ده زي ما قلت قبل كده، الثلاث فيديوهات اللي أنا عملتهم دول بيعلموك الأساسيات والحاجات اللي ممكن تحتاجها الفترة الجاية اللي هي في فترة الأبحاث دي. تمام، طبعا أنت عايز حاجة أو جديدة، أو مثلا عايز تتعلم حاجة جديدة، كلمني وقولي مثلا اعمل دي ازاي، او اعمل يعني شفت حاجه بره وعايز تعمل زيها فممكن تسالني. تمام، لكن انا حطيت لك الاساسيات عشان تبدا انت مع نفسك بقى ايه تظبط ابحاثك. قبل بس ما ادخل في الحاجات الجديده، انا عايز بس يعني اقول بعض الاختصارات اللي ممكن تحتاجها في الوورد، يعني عشان يسهل عليك كتير. تمام، وهعرفك الاختصارات دي بتعمل ايه، ولو الناس مش عندها الاختصارات دي تجيبها ازاي. تمام، اول حاجة لو انا عايز اعمل كوبي بيست، طبعا المفروض في الطبيعي ان احنا بنروح على مثلا المصدر على النت، مثلا عايز اخد منه كوبي واحط بيست في الوورد. تمام، فاحنا عارفين ان احنا بنعمل سيلكت، يعني ده المعروف، يعني بنعمل سيلكت على الجزء اللي انا عايزه، بعمل كليك يمين وبعد كده كوبي، واروح على الوورد اعمل كليك يمين تاني وبعد كده اعمل بيست. تمام، طيب دي حاجة طبعا لو انت عايز تضيف حاجات كتير من على النت هتبقى مرهقة قوي، يعني ان انت تعمل كليك يمين وكوبي وتيجي هنا كليك يمين تاني وبيست والكلام ده. فباختصار، في اختصار معمول عشان يسهل الحاجات دي، بتروح على المكان تعمل سيلكت عادي، بعدين تضغط كنترول سي. تمام، كنترول سي معناها كوبي في الكيبورد. كنترول ده هتلاقيه زرار اللي هو اخر واحد على الشمال تحت. تمام، كنترول في زي برضو على اليمين جنب الاسهم، بس خلينا في اللي على الشمال ده عشان يبقى ايه جنب ايدك الشمال كده، ايه عشان تعرف تتحكم، لان الرموز التانية اللي معاها اللي هو سي مثلا، كنترول سي، فسي ده جنب الكنترول اللي على الشمال، فخلينا في الشمال كنترول سي. تمام، تروح بقى على الوورد تعمل كنترول في كده، جالك الكلام زي ما انت عايز. فبدل بقى كليك يمين كوبي وكليك يمين تاني بيست والكلام ده، لا احنا كنترول سي كنترول في، يبقى كنترول سي كوبي كنترول في بيست. لو انا عايز اعمل كات للكلام، طبعا الكلام هنا معكوس عشان احنا بادئين انجليزي، لازم نعملها عربي عشان الكلام يتظبط. تمام، طبعا احنا بنعدل بقى على الكلام ده، بنعمل كنترول او سيلكت وبنعمل ايه حجم 14 وخط زي ما واضح بقى ايه تاون يونت. تمام، طيب ده كوبي وبست. لو انا عايز اعمل كات، كات بقى إيه؟ يعني ميزة الكات مش هتبقى كبيرة قوي، يعني مش هحتاجها كتير، بس هتبقى ايه لازم اعلمها لك برضه عشان تبقى فاهمة. كات مثلا لو انا عايز اخد الجزء الكلام ده اشيله من هنا واحطه تحت، فبعمل كنترول اكس كات وبعد كده اعمله بيست تحت بقى خالص، يعني في السطر التاني كنترول في. احنا عارفين بقى ان في ده البيست، سي كوبي اكس كات. تمام، طيب لو انا بقى عايز اعمل سيلكت للكلام اللي مكتوب كله، يعني مثلا كاتب يعني مثلا كاتب حوالي مثلا 3 صفحات وعايز احدد ال3 صفحات دول، مثلا كنت كاتبهم بخط 11 وعايز اعملهم كلهم بخط 14، فبدل ما اعمل بقى السيلكت اللي هو ابدا من هنا واسحب للاخر خالص، طبعا انا كاتب 20 صفحه ولا حاجه، لا انا اعمل سيلكت اول عن طريق كنترول اي. كنترول اي يعني ده عمل لك سيلكت لكل الكلام اللي عندك اهو. تمام، كنترول اي سيلكت اول، يبقى كنترول سي كوبي في بيست اكس كات اي سيلكت اول. في حاجه بقى مهمه جدا، يعني مهمه جدا جدا جدا، يعني لو انا عملت مصيبه في الوورد، ايه المصيبه؟ احنا بنقول عليها مصيبه ليه؟ لان مثلا الحاجه دي بتبقى خطا كبير جدا ولازم يعني لازم يتحل. مثلا انا بعد ما كتبت ال20 صفحه غصب عني في بتاع حوالي 4 صفحات مسحتهم، يعني اتمسحوا، حصل اي مصيبه يعني اي حاجه، او مسحتهم كده مثلا وانا عايز ارجعهم تاني، يعني المفروض كده دي صدمه، فهتعمل ايه؟ بتعمل كنترول زد. كنترول زد ده بيرجع لك اخر امر انت عملته، اللي هو مثلا انا عملت ديليت
للكلام. انا عايز بقى ارجع للامر يعني، انا لا انا دي عملتها بالغلط، فبعمل كنترول زد تمام، او ممكن عن طريق الزرار ده لو انت مش عايز الرموز يعني، بتضغط على الزرار ده فبيجيب لك الايه الكلام تاني. طيب لو انا مثلا عملت كذا امر، عملت امرين مثلا وبعد كده يعني مثلا انا مسحت ده ورجعت عملت مسحت ده كمان، اعمل ايه؟ اعمل كنترول زد مرتين، ادي اول واحده جابت لك الكلام وادي تاني واحده جابت لك الكلام تمام. يبقى كنترول زد ده بيرجع لك للامر اللي عملته قبل كده تمام. فدي حاجه يعني كنترول زد ده يعني بالنسبه لنا احنا حاجه كده ايه، علاج فيروس كورونا. طيب كده الرموز اتعلمناها. طيب الناس بقى اللي ما عندهاش الرموز دي تعمل ايه؟ بتروح على فايل، بعد كده اوبشنز، بعد كده كاستمايز، بعد كده كاستمايز تاني، تنزل كده تحت خالص تجيب اللي هو اول كوماندز، تنزل على كلمة edit copy ده لو انت عايز تعمل كوبي. طبعا انا عشان اعملها فهتجي لك في كرنت، جايالي في كرنت كيز هنا اللي هي كنترول سي تمام. لو مش عندي بقى بضغط هنا وتضغط كنترول سي وبعد كده اساين تمام. طيب ده الكوبي. هتلاقي بقى edit paste، هتحدد عليها برضو edit paste edit paste، تضغط هنا برضو كنترول في وبعد كده edit select all، في cut برضو وفي select all edit select all، وبعد كده كنترول تكتب هنا كنترول A، تروح على edit undo وتعمل كنترول Z تمام. دي تقريبا يعني بعد ما تخلص تعمل close بعد كده اوكي، يبقى انت كده فعلت الايه الاختصارات لو هي ما كانتش شغالة عندك. طيب دي الاختصارات. لو انا بقى عايز اضيف صورة يعني، انا كتبت بعض الكلام اهو وعايز اضيف صورة، بروح على insert واعمل picture، اضغط على picture تمام. وطبعا انت بتحدد الكلام مثلا على الديسكتوب، انا اخترت الديسكتوب، هنضغط على الصورة بقى، نضغط على الصورة بعد كده insert تمام. الصورة جات لك اهي تمام. طبعا انت بتحدد الصورة عايز تكبرها، عايز تعمل فيها اللي انت عايز تعمله اهو. بس لو جيت بقى انا مثلا الصورة نزلت لي هنا، انا مش عايزها هنا، عايزها هنا مثلا جنب الكلام هنا تمام، فتيجي تشيلها كده وتحطها جنب الكلام مش هتنفع. هي يعني اول ما بتعمل بتنزل بنعتبرها سطر، او الوورد بيعتبرها سطر، فلما تيجي تحطها هنا هينزل لك في سطر جديد تمام. فلا انت عشان تتحكم في انتقال الصورة، عايز تنقلها هنا هنا في اي حتة، بتعمل تحديد للصورة هنا يعني مثلا هي الصورة كده، بتضغط على تحديد على الصورة، بعد كده فورمات، بعد كده بوزيشن تمام. البوزيشن بقى بتختار اي بوزيشن، اي واحدة من دول اللي هنا دول تمام. مثلا نضغط هنا وتجيب بقى الصورة تحطها هنا زي ما انت عايز بقى، كده بقت جنب الكلام، العب فيها بقى زي ما انت عايز، عايز تحطها عايز ترميها بره خالص في داهية تمام، وكبر بقى براحتك خالص يعني. الصورة دلوقتي بقت بين ايدينا. طيب دي حاجة كويسة اللي احنا اتعلمنا ازاي نضيف صورة ونتحكم فيها. طبعا انا شبك من الاشكال دي بتاعت ابتدائي يعني، بس بتضايق منها قوي يعني، مش عارف انا انت ايه اللي انت عامله ده، سيبك من دول خالص يعني تمام. كده لو احنا ضفنا صورة، ضفنا الصورة. طيب لو انا عايز اضيف شكل، اضغط على تيبل وتعمل بقى ده، لو عايز اقصد تعمل جدول يعني، عايز تعمل جدول تضغط على تيبل وتعمل تحدد بقى يعني الجدول اللي انت عايزه كام في كام تمام. بعد ما تحدد تضغط عليها خلاص كده تحدد لك. طيب ده الجدول. عايز ادخل شكل، انسيرت شيب تمام، ادخل شكل زي ما انت عايز اهو، ده شكل مثلا اهو. طيب دلوقتي الشكل ده جالي بخلفية يعني خلفية أعوذ بالله، أنا عايزها بيضة أو مش عايز لون خالص، بتحدد برضو الشكل وتضغط على الشيب فيل دي، تعمل نو فيل كده جواه، من جوه مفيهاش حاجة. لو عايز أبيض تمام. طب إيه الفرق بين أبيض ونوفل؟
لو انت عامل ووتر مارك، ووتر مارك ده يعني ايه؟ يعني العلامة المائية بقى بتاعتك، يعني مثلا واحد بتاع مكتبة وحط الشكل بتاعه. لو انت عملت ابيض هتغطي على العلامة المائية، لكن لو انت عملتها نو فيل فالعلامة المائية هتظهر عليه. تمام، فخليها نو فيل. نيجي على الاوت لاين نخليها برضو ابيض او نو اوت لاين خالص، ده اللي هو الشكل، تحديد الشكل من بره. تمام، يعني هنا مثلا بلون ازرق اهو، انا لا انا عايزه نو اوت لاين خالص، مش عايز تسطيره ليها خالص، فيبقى ده الشكل بتاعي. تمام، فده يعني ايه حاجه غريبه كده. طيب انا دلوقتي عايز اكتب جوه الشكل ده، يعني انا يعني عايز اكتب جواه، بعمل ايه؟ بجيب انسيرت واعمل اضغط على تكست بوكس، اختار درو تكست بوكس. تمام، بعد كده تحدد المكان اللي انت عايز تكتب فيه اللي هو ده، هيجي لك اللي هو تكست بوكس ده. طبعا انا مش عايز له خلفية خالص، فبضغط شيب فيل نو فيل عشان يظهر لي الشكل بتاعي. تمام، ونضغط على نو اوت لاين كمان نخليها ايه نو اوت لاين. تمام، نكتب بقى براحتنا الكلام اللي احنا عايزينه. طيب الكلام دلوقتي يعني بعيد عن الرسم خالص، خلاص انت بتضغط على لحد ما تشاور كده، لحد ما تظهر العلامة اللي هي الصفرة دي، تضغط عليها مع السحب بقى لحد ما ايه ما تدخل الكلام في نص الشكل اللي انت اخترته. تمام، بس خلاص كده، كده الكلام دخل جوه الشكل. طيب ايه ميزة التكست بوكس بقى؟ التكست بوكس ده مكان انت بتحدده وعايز تكتب فيه، حتى لو المكان ده مش موضع ايه كتابة. يعني مثلا لو نزلنا كده لآخر سطر، يعني المفروض يعني ده آخر سطر، يعني المفروض ده آخر سطر، عايز أنزل تحت بينزل لك في صفحة جديدة. طب الكلام ده كله فين يعني؟ راح فين؟ تحديدة الصفحة دي كلها أو تحديدة الحاجات دي كلها راحت فين؟ أنا عايز أكتب فيها. فأنت طبعا دي مشكلتك من الأول، لأنك محددتش الصفحة. تمام، محددتش الصفحة هتكون نهايتها فين، من هنا دي نهايتها، وطبعا برضو بدايتها من فوق. تمام، اللي هي تحديدة الصفحة اللي قلناها في أول فيديو. طيب أنا نسيت، أو مثلا يعني عايز أكتب جوه، فأنت خلاص بقى بتعمل insert و text box. تمام، وتحدد المكان ده، أنت عايز تكتب في المكان ده، insert text box، تحدد المكان ده أنت عايز تكتب فيه أهو. تمام، ونو فيل ونو اوت لاين، مش لا تعديل خالص، وبعدين تكتب الكلام اللي انت عايزه. تمام، خلاص خلصت، تطلع بره التكست بوكس، خلاص ده الكلام ظهر لك اهو في اخر الصفحة او في المكان اللي انت حطيت فيه التكست بوكس. تمام، يبقى التكست بوكس ده بيحدد لك مكان تكتب فيه حتى لو المكان مش موضع ايه كتابة. طيب ايه تاني؟ لو انا عايز اعمل ماركر، طبعا احنا عارفين الماركر ده بنحدد الكلمة مثلا اللي احنا عايزين نعمل لها ماركر مثلا دي، ونضغط على العلامة دي. تمام، كده ماركرت الكلمة. لا انا عايز بقى ماركر السطر ككل، حتى لو الكلام ده مش موجود، يعني مثلا الكلام ده مش موجود اهو، انا عايز دي تبقى ماركر الصفحة كلها. فبدل ما نضغط على دي اصلا، بدل ما نماركرها من دي ماركر الكلمه، لكن عايز اعمل السطر كله، فبنضغط على العلامه دي ونختار اللون مثلا اكتر، اهو ظهر لك السطر كله بقى باللون الاكتر. تمام، وتكتب تحت بقى عادي. طيب في يعني انت ممكن عايز تضغط، عايز تنزل بقى يعني بعد ما خلصت كلام وعايز تنزل على السطر اللي بعده، فانت المفروض انت بتضغط امتى؟ فبيسحب معاه الماركر، عايز تشيله خلاص، انت خلاص انت محدد السطر اللي انت هتكتب فيه، تضغط على العلامة دي، تضغط نو كولر، خلاص كده شال لك الماركر وخلاه على الكلمة بس. طبعا الكلام يعني اتلون بأبيض لأنك واخد الكلام كوبي، يعني احنا واخدين الكلام كوبي، فهو خلفية الويكيبيديا خلفيتها بيضة، فبتظهر هنا بخلفية بيضة لو انت حملت ماركر معين. تمام، لو مفيش ماركر بتظهر أبيض زي ما هي، لأن الخلفية بتاعتك برضو بيضة. طب أنا عايز أعمل الصفحة بلون،
ودي حاجة يعني ايه انا بكرهها بصراحة، بس خدها اتعلمها انت. دي راحت فين؟ شوف من مش عايزها محبهاش. دي راحت فين؟ انسيرت. ما علينا، مش مهم كده، مش هنحتاجها يعني. بس انا نسيت مكانها عشان انا ما بعملهاش اصلا يعني. طيب سيبك منها خالص. لو انا بقى عايز، طبعا احنا عرفنا ازاي نضيف صورة وازاي نعمل جدول، عايز احط علامة مائية بقى. انا واد شبح وعايز احط علامة مائية، طبعا ده مش في البحث ها، ما تتذاكاش. بتضغط على البيج لاي اوت وتضغط على ووتر مارك، تضغط على كاستم، تمام. فانت دلوقتي لو انت عايز ووتر مارك بيكتشر، يعني انت عايز تحط صورة، بتضغط على بيكتشر وتختار الصورة من هنا، سيلكت بيكتشر وتضغط على الصورة مثلا دي، تمام. تضغط ابلاي، بتظهر لك الصورة بشكل خفيف. يعني لو لاحظت كده الصورة ظهرت لك بشكل خفيف. طب انا عايز اتقلها، وده لا يستحسن يعني، بتشيل الوش اوت، تضغط اوكي. الصورة وضحت قوي طبعا، في الطباعة بتبقى بشعة يعني، فخليها بالوش اوت احسن، تمام. ده لو انا عايز احط ووتر مارك صورة. طب لو عايز اخليها كلام، بتضغط على تكست ووتر مارك، تمام، وتضغط هنا التكست اللي انت عايز تكتبه، ماشي. ابلاي، تضغط لك وتنزل لك الووتر مارك انت اخترتها او انت كتبتها، بتظهر لك بالشكل ده كده، تمام. ده لو انت عايز تعمل ايه ووتر مارك، عايز تشيلها بتضغط على ريموف. طبعا في حاجات هو محددها لك في الاول يعني من بره. دونت كوبي والحاجات دي يعني سيبك منها. بس انت عايز تشتغل، انت بتضغط على كاستم، ولو انت عايز بيكتشر من هنا وبتكست ووتر مارك من هنا. طبعا انت ممكن تحدد اللون، تخليه بنفسجي شويه بس. انت واد رخم بقى وعايز تعقب الصفحه خالص، تمام. ده لو انت عايزه هوريزونتال كده يعني، عادي يعني انت عايزه، خلينا بالشكل ده يعني، شكله حلو شوية. طبعا لو انت عايز تتقل شوية يعني، انت بيبقى رخم بقى وعايز تعمل اللي قدامك، فانت ممكن تضغط على العلامة دي بس كده يعني. ايه كل الحاجات اللي تقريبا انت ممكن تحتاجها في طبعا يعني ايه الشيب اللي هي تشارتات دي، ممكن تضيف تشارت يعني. انت مش عارف انا ايه لازمتها بصراحة، بس اهو، بس ده هيدخلك في موال كبير. انا مش فاهم بيه الصراحة يعني. فتح لك اكسل تقريبا، او انت عايز بقى تحدد الارتفاع والحاجات دي كلها. مش علينا، مش ليه دعوة، احنا خلاص خلصنا الاساسي وجبنا فيها زيرو. مش مهم بقى، تولع امشي من وشي، فكريني بكوابيس، امشي خالص، مبتتمسحش. تتمسحيش يلا يا ماما، ده انتي رفقة. تمام. لو احنا عايزين ندخل ايه الشكل والتشارت والحاجات دي كلها، طبعا ده الهيدر اللي هو التلاتة اللي فوق زي ما قلنا، والفوترز دي نفس الهيدرز بس تحت، تمام. لو انت عايز مثلا تخليها كده تكست مثلا هنا والبيج هنا. بعد كده ايه، خلصنا تقريبا معظم الحاجات. هنزل صورتين لبعض مثلا الحاجات اللي انا اشتغلتها، محاضرات يعني، صورتين من الصفحة، ومفروض الناس اللي هي اشتغلت سمعت الـ3 فيديوهات تعمل نفس الشكل بالظبط بتاع الصفحة يعني، تجيبها لي تبيك، تمام. مش تاخدها تنزلها لي يعني، تجيب الصورة ويعني تشتغل عليها وتعمل زيها وتبعتها لي، تمام، عشان أعرف أنت وصلت ولا لأ، وأنت برضه عشان تبقى عارف أنت اتعلمت الحاجات دي كلها ولا لأ. لو في بقى أي جديد، أي حاجة أنت عايز تتعلمها كلمني، أي مشكلة كلموني. طبعا في بعض الحاجات أنا برضو عديتها، بس يعني مش عارف أنت ممكن تعوزها ولا لأ. خلينا بس تجي لي تاني.
لو انت واخد كوبي من شات، لو انت واخد الكوبي من شات، شات ده مثلا انت وصاحبك حبيتوا ايه تساعدوا بعض، وهو بعت لك كلام كوبي، يعني انا خد الكلام ده كوبي بعته لك في شات، فانت بتاخد الكلام ده تفتح الشات وتاخده تعمل عليه تحدده وتعمل كوبي، تمام، وتيجي تعمل هنا بيست كنترول في. طيب بيظهر لك بماركر، يعني هتلاقيه كده لو انت عملتها هتلاقيها بماركر. طيب انا عايز ارجعها كلام عادي، بتعمل سيلكت للكلام كله وتضغط على العلامه دي، تمام، العلامه دي بيشيل لك الماركر اللي هو جاي لك بيه، بعد كده تضغط هنا عشان تعدل الكلام، تمام، كده الكلام ظهر لك كانك كاتبه بايدك، تمام، وتحدد فيه زي تلعب فيه براحتك يعني، بس كده زي الفل يعني. ممكن انزل فيديو تجميع وممكن ما انزلش يعني، ما تعتمدوش عليه، بس انا ممكن انزل فيديو تجميع في كل الكلام ده يعني، بس سريعا طبعا يعني، مش هيبقى فيها تفاصيل، تمام. يلا ان شاء الله تكون تعلمتوا حاجة مفيدة يعني. انزل البحر انا صور